السلام عليكم، اللي ما في القناه ديال دعاء مروه شانيل. غادي نديرو واحد الوصفه جديده، المقادير ديالها سهلين متوفرين في كلشي البيوت، كتجي زوينه بنينه وسريعه. دابا غادي ندوزو المقادير. عندنا 4 معالق كبار ديال الحليب، 50 غرام ديال الزبده مذوبه، بيضه خماره، 75 غرام ديال السكر، 150 غرام ديال الدقيق. غادي نبداو كنزيدو في المقادير باش نخلطوهم كلهم. دابا غادي نوريكم لي مولا كاب كيك. المهم مختارين هاد جوج مربعين ودايرين، اذا كنتو غتخدموا بالمربعين راه ما غاديش يطلعوا لكم 8 لي كاب كيك، حنا طلعوا لنا غير 5 حيت المربعين كاين. غنبداو نكبو لاباط بشوي بشوي في كل واحد، كيما شفنا راه كنا جبنا 8 ولكن في الاخر صدقات 5.
هما لي موفين ولا كاب كيك ديالنا جو مفرقعين زوينين محمرين. غادي ندوزو للديكوراسيون، غادي نحتاجو كريم شانتي، غادي نطلعوها بالباتور. صافي دابا الكريم شانتي صوبناها بالباتور، غادي نزيدو على كولوران روج، حنا ما غاديش نكثرو باش يجينا روز خفيف. وغادي هاي النتيجة الأخرى ديال لي كاب كيك، جاو زوينين، بناني و فيرميسيل، وعرفتي جات واعرة لا كريم فريش ومعجون مفرقعين محمرين، جا زوين. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، إذا كان عجبكم ما تنسوش ديروا لايك كومونتير وتابونوا في لاشين بوغ ريسيفواغ لي نوفيل فيديو. لا فخيري كيما نوال.